انفراج ملموس بعد واقع مأزوم حفته الفوضى، مغامرات زاغت معها الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. إذن ضربة للبداية وخطوة تليها خطوات في مسار الانتقال صوب دنيا ما بعد الاستبداد. الآن يتجاوز الجميع الجمود وحقب التوتر، انكشفت الغمة فاستبان درب التعافي. ماراثون تفاوضي مشهود أفضى إلى واقع جديد تحول حسبه البعض بعيد أو تحول حسبه البعض بعيد المنال. حراك حافظ على جدوته متقدة حتى في أشد الأوقات حلكة. في أعقابه ترن البلاد ببصرها تلقاء المستقبل بتفاؤل كبير. لكن هذا لا يحول والقول إن المعارك التي تنتظر السودانيين في مقبل مدنيتهم ربما كانت أقسى، بدءا من بناء الثقة واستصحاب تحفظات الناقمين، وليس انتهاءا بتفكيك تركة الفساد ومتلازمتها التي طالما أقعدت بها. أزمة المعيشة والخدمات بالضرورة وضمن تحديات ما بعد الاتفاق يلزم الفرقاء التنبه لمكامن الزلل ومواطن العثرات المبذولة ضمن صفحات كتالوج الربيع. لا معنى إن سقط الرجل القوي وبقي الدرك، لا معنى لغياب رئيس في حضور الجلاوزة من طبقات حرسه القديم، لا معنى إذن للثورة ما دامت نصف ثورة. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من دائرة الحدث، والتي نخصصها وكالعادة لنقاش يوميات الأزمة السودانية. أسعد جدا بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا على الهواء مباشرة، كما نسعد أيضا بمتابعة من هم خارج البلاد، بالطبع لأن خدمات الإنترنت مقطوعة حتى الآن، لمن يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي على فيسبوك ويوتيوب. لكم جميعا التحية. نرحب بضيوفي الكرام، ضيفي العزيزين. عن يميني الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي، عضو لجنة التفاوض عن الحرية والتغيير. دكتور إبراهيم، مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا. نرحب أيضا بالأستاذ كمال عمر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي. أستاذ كمال، مرحبا بك. مرحبا بك. طيب، أبدأ معك مباشرة أستاذ كمال عمر. بداية، كيف تقيم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؟ البعض يقول ما زال المؤتمر الوطني متحكما ربما في مفاصل الدولة، في الخدمة المدنية تحديدا وفي النقابات، يتحكم في الموارد المالية أيضا. دولة الحزب تعمل على حساب دولة الوطن والمؤسسات. تمت إزالة رأس النظام والتحفظ عليه كما ورد في البيان في مكان آمن، لكن جسم النظام يمتلك الآن درجة عالية جدا من النفوذ والفراغ الحكومي. أعاد أنصار الإنقاذ مرة أخرى. طبعا دي هي مشكلة الواقع السياسي الآن. نحن انتهينا من الرأس في ثورة يعني غير مسبوقة في حياة الأمم المعاصرة، وعملت يعني بريك ثرو حتى في معنوياتنا كسودانيين. جيل ما شاء الله عليه أحدث تغيير كبير، لكن التغيير عادة يعني من النظم الشمولية الاستبدادية للحريات والديمقراطية عايز وقت. نظام المؤتمر الوطني لا زال مستحكم، لا زال متحكم في عدد من المؤسسات، ولذلك عطل البناء الثوري، عطل التغيير بشكل أساسي. أنا أفتكر أخواننا في الحرية والتغيير بالاتفاق الأخير بينهم وبين المجلس العسكري، أنا أفتكر الاتفاق ده عمل معنويات في الشارع السوداني، ومعنويات للواقع السياسي اللي بيحترم التغيير. ولذلك يعني حقه أن احنا ما ننتقد الاتفاق لو كانت الاتفاق به عيوب. يعني أنا أخواننا ديل جهدهم لازم نكمله برؤى مشتركة للقوى السياسية، ندفع، لأنه القصة دي قصة برنامج ما قصة أشخاص. يعني احنا يعني انتهينا من في تجربة الحوار الوطني، تجربة الحوار الوطني الحزب المتحكم في مفاصل الدولة،
الآن التغيير الحرية والتغيير الآن ماشى في أنه تستفيد من التجارب السياسية الماضية وتعمل تغيير حقيقي في الواقع السياسي. لا يعني أنا يعني بأيد رغم التحفظ في حول بعض النقاط، لكن الاتفاق ده اتفاق يعني تاريخي للثورة السودانية، ونحن كقوة سياسية لازم نكمل الاتفاق ده بالتعاضد والتوافق حول قضايا المرحلة وحول قضايا المستقبل القادم إن شاء الله. طيب دكتور إبراهيم الأمين، كيف تقرأ المشهد السياسي الآن عطفا على أن يعني الأخبار التي ترد تباعا عن أن اللجنة الفنية المشتركة القانونية ستسلم الاتفاق بعد صياغته قانونيا إلى المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تقريبا اليوم، ربما يحدث ذلك في الساعات القادمة، وتقريبا سيطلع عليه طرف التفاوض. هل نتوقع أن يتم إبداء بعض الملاحظات من الطرفين أو تعديلها والعودة إلى المربع الأول مرة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الثورة اللي قامت في السودان هي ثورة تتمتع بمميزات يعني كبيرة. هي ثورة قام بها جيل جديد، الجيل الجديد تميز بأنه تجاوز كل أخطاء الماضي وكل الأمراض الاجتماعية، لأنه تجاوز العنصرية وتجاوز الجهوية وتجاوز التطرف. هي ثورة سلمية، ثورة على درجة عالية جدا من التسامح، وبالتالي أهدافها واضحة. يعني هي تسعى لا تقبل بأنصاف الحلول، تسعى إلى تغيير شامل وتغيير للنظام لرموزه وسياساته وآلياته، وبالتالي أنها هي لكي تصل لهذا الهدف قدمت الكثير. دماء شهداء ارتوت بها أرضنا الطاهرة، وكثير من الجرحى ما زالوا في المستشفيات، وده بيشكل حضور في أي خطوة تقوم بها الحرية والتغيير، لأنها هي الثورة ثورة الشعب بأجمعه، وهي ثورة مجتمعية شاركت فيها كل شرائح الشعب السوداني. فبالنسبة للحرية والتغيير هي أمانة أن تتولى عملية التفاوض مع المجلس العسكري. حقيقة نحن مع المجلس العسكري دخلنا في عملية التفاوض برؤية واضحة جدا وببرنامج محدد، وتوصلنا إلى الاتفاق الذي سوف تتم الصياغة القانونية له بنهاية هذا اليوم، وده مبني على أساس أنه الناس تمشي بطريقة ومنهج علمي في تناولها لهذه القضايا. قطعا الظروف بمربع السودان عصية وصعبة، والمجلس العسكري جاء للحكم صدفة. يعني كثير من الثورات اللي بتتم بيقوموا بها أيا كان مشاركة مع مدنيين أو عسكريين، بيكون عندهم يعني استعدادات وبرامج ووسائل اللي بيستخدموها في مختلف المراحل اللي بتمر بها الثورة، ولكن لسوء الحظ أنه الذي تم كما ذكرت وكما ذكر أخ كمال هو إزالة رأس النظام. أما النظام بكامله ما زال موجودا، سواء كان في مفاصل الدولة، موجود في الميليشيات أو الخلايا النائمة، موجود في البنوك، موجود في الإعلام. وهم قطعا يعني لأنه النظام السابق هو نظام اهتم بشريحة محددة، وفر لها أو أعطاها كل إمكانيات البلد، وحرم الآخرين من حقوق، وبالتالي هم بيدافعوا عن مصالحهم بالمواقف دي وكده. المجلس العسكري لم يوفق في أنه من اليوم الأول يحدد علاقته بالحرية والتغيير، ويبعد عن التفاعل أو التعامل مع القوى التي تسعى لإعادة النظام القديم. المشكلة أساساً نحن قلناها لإخواننا في المجلس العسكري بأنه هو أصبح يعني عبارة عن سلطة في قمة الهرم،
ما بين القاعدة وقمة الهرم تكاد تكون يتحكم فيها المؤتمر الوطني، يتحكم في الخدمة المدنية، يتحكم في الشركات، يتحكم في البنوك، يتحكم في الإعلام، وبالتالي كل المعلومات حتى المعلومات اللي بتصل لهم هي معلومات مغلوطة. نحن قدرنا الظروف التي يعيش فيها المجلس العسكري وحددنا الهدف، والهدف ليسها لخدمة الحرية والتغيير ولا لخدمة المجلس العسكري، بل لمصلحة الشعب السوداني ككل. ولذلك نأمل أن تتم في هذه الليلة الصيغة النهائية، وأن نشرع في التوقيع وفي الاحتفال، لأن هذا اليوم يوم مشهود، وسنتكلم فيما بعد عن الاتفاق. طيب أستاذ كمال عمر، رحبت قوى سياسية عديدة بالاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وبين الحرية والتغيير. بالمقابل هنالك كيانات ما زالت تنظر للاتفاق بغير رضا. يعني لماذا هذه الكيانات تنظر لهذا الاتفاق بهذه النظرة، على خلاف تلك القوى السياسية وعلى خلاف الشارع الذي رأيناه يخرج أيضا بالملايين ويحتفل بهذا الاتفاق بشكل عفوي، حتى لم يقل له أحد ولا الحرية والتغيير أخرج لكي تحتفل، لصالح من تعمل هذه القوى؟ طبعا يعني في يعني الكيانات دي نحن عانينا من الوضع يعني الوضع المأساوي في طريقة تفكير بعض القوى السياسية، يعني بعض القوى السياسية من صناعة المؤتمر الوطني. يعني شوف عدد الأحزاب المسجلة في المسجلة الأحزاب السياسية جلها ما عندها علاقة بالقاعدة بالجماهير، أحزاب استغلها المؤتمر الوطني، حتى في وقت الحوار الوطني اللي كان آخر الفرص للمؤتمر الوطني في البقاء، استغل هذه الأحزاب في تمرير مشروعه. الآن الأحزاب دي المؤتمر الوطني مشى، والآن صوت علا بالإعلام اللي بيتكلم عنه دكتور أبراهيم اللمين، إعلام لا زال بينطق بمنطقة المؤتمر الوطني، ومعلوم بعض القيادات ما عندها أي وزن جماهيري ولا عندها أي وزن سياسي في إعلام. الآن بيدخم في القوى السياسية، بيدخم في بعض الشخصيات، بتتكلم كلام سلبي عن الاتفاق، بتتكلم كلام سلبي عن الثورة. هي عينة على القصر، عينة على الوزارات، عينة على المخصصات، استفادت من علاقتها مع المؤتمر الوطني طيلة 30 سنة. ما ممكن تعيش في جو ديمقراطي، جو انتخابات، جو حريات، لذلك تحاول أن تعيد نفسها يعني بترتيبات. أنا أفتكر ترتيبات من المؤتمر الوطني الذي لا زال يعني يعمل في الخفاء، وهي يعني أنا أفتكر خصما على الثورة. ما معقول ثورة يعني ضحت يعني أعظم أبنائنا يعني استشهدوا من أجل القيم الثورة وقيم الحرية والديمقراطية. أنا أفتكر الأحزاب دي المحسوبة على المؤتمر الوطني، المحسوبة على السلطة السابقة، لا زال تقوم بمسرحيات كده في حشود، يعني إطلاق التحالفات وهمية ساكت، ما عندها وجود في القاعدة. لكنهم يراهنون أن لهم وجود على القاعدة، يعني على الرغم من أن حزب الاتحاد الأصل الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة المحمدية رحبوا بهذا الاتفاق، لكن هذه التحالفات تتحدث أن لديها حشود يمكنها أن تنسف هذا الاتفاق. أنا أفتكر عشان نتكلم بصراحة، المجلس العسكري لو صدق في الاتفاق ده، لو تعامل مع الاتفاق ده بمسؤولية المرحلة،
قادر في أنه يعبر بهذه المرحلة مع أخواننا في الحرية والتغيير لمصاف الحرية والديمقراطية والتحول الديمقراطي. بعض يعني المجلس العسكري ساهم بطريقة مباشرة في أنه عمل حشود وعمل نفرات محسوبة ومرئية بالنسبة لنا كقوة سياسية. الآن بالاتفاق أنا أفتكر المجلس العسكري أظنه تجاوز عن هذه الهفوة ومشى في اتجاه قضايا البلد المصيرية الأساسية. أي حزب محترم في الساحة السياسية حقه مش أيد الاتفاق، عنده تحفظ يقعد مع الحرية والتغيير، لأنه الحرية والتغيير ده جسم تحالفي كبير بيشمل كيانات سياسية مؤثرة في الشارع السوداني. والمسيرة اللي حصلت في 30 يونيو بتوضح في أنه المسيرة دي تعبير عن هم الشعب السوداني الكبير في الدولة المدنية اللي بتتحكم فيها مؤسسات المستقلة مع الدستور الثابت اللي بيعبر عن وجدان الشعب السوداني. أفتكر أي صوت نشاز معارض لهذه الاتفاق حقه يعني استوعب المرحلة، والمرحلة دي ما مرحلة تشاكس، مرحلة وفاق، وحقه رسالة تانية. وفي حضور الدكتور المحترم إبراهيم اللمين يعني لازم القوى السياسية المؤثرة في الساحة السياسية لازم تكون جزء من المرحلة المقبلة بدون إخصاء، لأنه الإخصاء اشتغل فيه المؤتمر الوطني واشتغل فيه عبر اتفاق مع الحركة الشعبية، وبالنهاية اتفصل الجنوب. في النهاية ما حققنا التحول الديمقراطي الحقيقي، ومشينا دار حزب الأمة ننادي بإسقاط المؤتمر الوطني. يعني احنا لازم ننتقل من المربع هذا لمربع الوفاق السياسي الذي يقود الشعب السوداني نحو الاستقرار. جميل. دكتور إبراهيم، يعني بحسب كلام الفريق البرهان التشريع خلال الفترة الانتقالية يجب أن يقتصر على الجانب التنفيذي فقط، وكل التشريعات التي يمكن أن تضم أو تضمن في الدستور الدائم لا يجب نقاشها الآن، بما في ذلك وضعية القوات النظامية، الاتفاقيات الدولية، قضايا الحدود، الموارد الطبيعية، الأراضي وتقسيمها وما إلى ذلك، يجب أن تترك للبرلمان المنتخب لكي ينظر فيها. أما تسير عجلة العمل التنفيذي والخدمة المدنية فيمكن للتشريع، يمكن التشريع لها بواسطة المجلس التنفيذي ويجيزها المجلس السيادي. سؤالي لك، من سيملك سلطة التشريع في الفترة الانتقالية تحديدا؟ نعم، أنا في الحقيقة يعني داير أرجع لكلام السؤال الأول. نعم. الأخ كمال، هو حقيقة أي نظام استبدادي بيسعى إلى نشر الفساد بصورة تمكنه من أنه يخلق معاونين له يتحملوا نفس الوزر الذي يتحمله قادة النظام، وبالتالي أنه هو نظام فاسد، نظام استبدادي. ومن مميزات هذه النظم أنها الخوف من أنه إزالة النظام يعني يجب أن تترك آثار أو بعض الشخصيات أو بعض الجماعات أو بعض الأفكار تعرقل إلى المراحل التي تحدث بعد التغيير. وبالتالي أنه شيء طبيعي جدا في ناس فقدوا مواقع، في ناس فقدوا مصالح، بأنهم يكون عندهم مواقف رافضة. لكن الغريب في أنه هذه المواقف أخذت صورة فيها تنظيم محكم. أنا هرجع لأنه الحرية والتغيير هي كما ذكرت ثورة شاملة، والحرية والتغيير كانت حريصة جدا بأنه يحصل تغيير كامل، ولكن في نفس الوقت يجب أن يحدث استقرار. نحن نريد في النهاية أن نبعد السياسة من تتحول من سياسة صراعية إلى سياسة تعمل على تطوير وبناء البلد، ونسعى أن يكون هناك علاقة متوازنة
ولمصلحة البلد اللي هي العلاقة المدنية العسكرية، إضافة للأهداف المعروفة والمتداولة وكذا. إدارة الشأن العام في الفترة دي يعني، وده يمكن يجيبني الرد للسؤال ده، أنه الحرية والتغيير ساعد بأن يكون أن تكون الفترة الانتقالية هي فترة تأسيس، أن تضع أسس قوية وثابتة ومبدئية لمرحلة المرحلة الديمقراطية القادمة إن شاء الله. وبالتالي التكوين أنه اللي تم المجالس اللي تمت تدار حولها التفاوض اللي هي المجلس العسكري والحكومة والمجلس التشريعي. أول حاجة الحكومة، تكوين الحكومة والمجلس السيادي، يعني كانت الفكرة كلها مبنية على أساس يجب أن تفتح للمواطنين اللي بتتوفر في عندهم معايير ومواصفات معينة، وأن لا يشغل حزبي. يعني مثلا رئيس الوزراء يجب أن يكون شخص مستقل ما عنده حزب معين، لأنه إذا كان حزبي ممكن أن يغير هذا الموقع لمصلحة حزبه. بالتالي النقطة الثانية المهمة أن الأحزاب اللي منطوية تحت لواء الحرية والتغيير غير مسموح لها بالمشاركة في الجهاز التنفيذي. عشان كده هو رد لأخواننا اللي بيطالبوا بأنهم يجوا يخشوا الحكومة. إذا كان أحزاب الحرية والتغيير هي يعني وفقا لما تواسقنا عليه غير مسموح لها بأنها تخش في الحكومة الانتقالية. ثلاثة، أنه الرجل اللي بيكلف، الرجل أو المرأة اللي بيكلفوا برئاسة مجلس الوزراء، زي ما عندهم مهام عندهم صلاحيات. حتى اختيار وزرائه الحرية والتغيير بترشح عدد لكل وزارة، وعلى الرئيس الوزراء أن يختار الوزير عشان يضمن أنه تيم متجانس. المجلس الثالث، وهو يعني رد على هذا السؤال، التشريع. هو المجلس التشريعي. المجلس التشريعي الحرية والتغيير راعت بأنه أن يكون هذا المجلس يعني مجلس عنده صلاحيات، هذه الصلاحيات أنها هي التي تتحكم في الحكومة، وفي نفس الوقت يكون عنده القدرة بأنه يكون مجلس فيه معارضة وفيه آراء ناقدة. الأغلبية للحرية والتغيير كان الهدف منها أنك إذا أنت عندك حكومة، وهذه الحكومة يعني هي حكومة برنامج، يجب أن يكون في عندها عظم ظهر. يعني دائما بقول عظم الظهر ده عشان ما تطرح الصيغة فيها بعد شهر أو شهرين وممكن تسقط الحكومة وينهار البرنامج. إضافة لأنه نحن كنا حريصين على أن يكون المد القومي ظاهر جدا في المجلس التشريعي، على أساس أنه إشراك عدد مقدر، هذا العدد عشان يكون في معارضة وصوت ناقد عشان تغطي المجلس التشريعي أو المداولات في المجلس التشريعي حيوية وروح يعني فيها نقد وفيها تقويم لأي عمل غير مقبول. بالنسبة لأخواننا في المجلس العسكري، ويمكن دي تجي النقطة، في ظهر أنه تخوف على أن تستخدم الحرية والتغيير الأغلبية في المجلس التشريعي، وتحدث عن إعادة هيكلة القوات المسلحة وعن حل الدعم السريع. نحن يعني مدركين أن البلاد محاطة بمخاطر كثيرة جدا، ومدركين بأنه يوجد كثير من الأشخاص عندهم رأي في الحرية والتغيير وفي المجلس العسكري وفي الدعم السريع، لكن معالجة هذه القضايا في الظروف الحالية يجب أن تتم بدرجة عالية جدا من العقلانية والحكمة. نحن في آخر يوم، اليوم للأسف اللي حصلت فيه المجزرة، وهي جريمة كاملة الأركان، سعينا بأننا، وكان المفروض يكون في نهاية اليوم يكون في اجتماع لمناقشة مقترح قدم من المجلس العسكري، والمقترح ده فيه وجد القبول. ومع تقديم المقترح قلنا نحن يجب أن نوفر ضمانات بالأخص للدعم السريع، ونقول له نحن قضيتنا الحالية هي أن لا يحدث أي عنف لا بين القوات المسلحة والدعم السريع ولا بين أي طرف
لأننا نريد الاستقرار ونريد في هذه الفترة يتم نوع من التوافق على أننا نعبر هذه المرحلة بالصورة أن هيئة البيئة المناسبة لديمقراطية مستدامة. القضية بتاعت أنه ما في تشريع هو حقيقة في بعد أكتوبر وبعد الانتفاضة ما كان في مجالس تشريعية، كان التشريع عند المجلس العسكري ومجلس الوزراء، لكن نحن في هذه المرحلة ومواجهين بقضايا معقدة جدا، يجب أن يكون هناك مجلس عنده تشريع وتشريع فيما يخص الفترة الانتقالية. في نهاية الفترة الانتقالية في مؤتمر دستوري اللي هو بصناعة الدستور بمشاركة واسعة استعدادا للمرحلة الجاية. هنا تخوف من العملية بتاعة أنه الأغلبية عند الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، ولذلك نحن نطمنهم بأنه لازم يكون في الفترة الانتقالية فيها مجلس التشريعي مهامه تشريعية ورقابية، ولكننا لن نتعرض عن القضايا الحساسة زي قضية الدين والدولة، زي القضايا اللي لها علاقة بهيكلة القوات المسلحة. هذه القضايا نتركها إلى المرحلة القادمة اللي فيها الحكومة تكون تستمد شرعيتها وصلاحياتها من الشعب السوداني. جميل. طيب ننتقل مباشرة إلى المرحلة الأخرى التي ذكرها دكتور إبراهيم الأمين. أستاذ كمال، لدينا أزمة حول صناعة الدساتير في السودان، ربما هذه الأزمة امتدت منذ استقلال السودان في 56 وحتى الآن. أين الدستور من هذه القضايا؟ البعض يتحدث عن الوثيقة الدستورية كأنها كانت في السابق التي طرحت من الحرية والتغيير كانت ناقصة، البعض قال أنها إقصائية، آخرون مثل مبارك الفاضل نادى بتفعيل دستور 2005. ما هي رؤيتكم حول هذا الموضوع؟ طبعا يعني أزمة الدستور يعني متعلقة بمنهجية وضع الدساتير، يعني منذ دستور الحكم الذاتي في 53 والدستور المؤقت في 56 والتعديل الدستور المؤقت في 64 ومشينا كده لغاية 68 انقلاب مايو، دستور 73 85 98 2005 لغاية الإعلان الدستوري الحالي. أنا أفتكر في تنكب في العقلية الدستورية في الواقع السياسي السوداني، ودي مرتبطة بالقوى السياسية. يعني تاريخنا ما عملنا دستور دائم، دستور ثابت يعبر عن قضايا الشعب السوداني، ولذلك نشأت الحروب في كل أرجاء الوطن. أنا أفتكر مع احترامي لأخواننا في الحرية والتغيير حتى الإعلان الدستوري، أنا أفتكر تجربة الدساتير، منهجية وضع الدساتير، صناعة الدساتير بتعريف الدستور المؤقت. يعني من كل ثورة من كل حرب لازم يكون في الدستور انتقالي، يعني ينقل المرحلة دي من مرحلة الاستبداد مرحلة الحروب إلى واقع يعني جديد. الإعلان الدستوري الناس بيتهموه باعتباره إعلان ثنائي. طبعا نحن في نفاشة الدستور الانتقالي يتعامل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ويتعامل ما يتعامل في دار حزب الأمة ولا يتعامل في دار الحزب الشيوعي، يتعامل في هايدلبرج. عملوا ألمان خبراء أربعة 4+4 وجابوه لنا كقوة سياسية كلنا مضينا عليه، لأنه ما في زول كان مسموح له بالممارسة العمل السياسي إلا يوقع على الدستور الانتقالي، دستور النفاشة وقعنا عليه. بعدين دستور الانتقالي ما عمل حريات، ما عمل تحول ديمقراطي، بالعكس كان سبب في فصل الجنوب. أنا إحنا أفتكر الإعلان الدستوري ده محتاج لتطوير في المفاهيم الدستوري،
المفاهيم الدستورية لهذه المرحلة. أين هي الحوجة للتطوير؟ ما هي النقاط التي تحتاج لها؟ النقاط المتعلقة بالحوجة التشريع لازم يكون تشريع محدود زي ما قال دكتور اللمين. يعني التشريع محدود في عدد، يعني في إشكاليات. ما ممكن أنا أمشي للانتخابات بدون حريات. لازم يتعدل قانون الأمن، قانون الصحافة، قانون النقابات. القوانين المتحكمة في الحريات لازم تعديلها في هذه المرحلة. الإعلان الدستوري لازم يشمل مدى الرقابة في المجالس التشريعية، رقابة محدودة على تصرفات السلطة التنفيذية، لكن ما من حق المجلس التشريعي الحالي الانتقالي زي ما قال الدكتور يتكلم عن إعادة هيكلة الدولة السودانية. إعادة هيكلة الدولة السودانية دي يعني بيعمل الدستور الثابت، بيعمل الدستور الانتقالي، بيعمل الدستور الشعب السوداني بيشارك فيه عن طريق المجلس التأسيسي المنتخب بلس استفتاء. يعني عشان تتكلم عن دستور ديمقراطي كويس بيعمل إعادة هيكلة الدولة السودانية، لازم الأعضاء يكونوا منتخبين من قبل الشعب السوداني. ده الدستور، الإعلان الدستور ده دستور مؤقت في مرحلة مؤقتة، مطلوب بناء لمساعدة التحول الديمقراطي في التحول. ولذلك يعني أنا ما بفتكر حتى المؤتمر الدستوري البنادوبي وأخواننا في الحرية والتغيير ما بيعمل دستور، بيعمل أفكار حول الدستور، لكن الدستور بتجيده جمعية منتخبة. نعم، الدستور بتعمله جمعية منتخبة من قبل الشعب السوداني. ولذلك إشكالية عشان ما نقع في الأخطاء القديمة، نقعد يعني إحنا 4 ولا 5 ولا 20 حزب ولا 200 حزب نعمل دستور. دستور ما بتعمله أحزاب، بيعمله الشعب السوداني عن طريق مجلس تأسيسي منتخب لغرض الدستور. دي المشكلة. أنا أفتكر الكلام عن التشريع وإعادة الهيكلة والرقابة ومدى يعني في تخوف الآن من المجلس التشريعي المقترح. أنا أفتكر بكلام الدكتور إبراهيم اللمين الكلام واضح، المجلس التشريعي ده مهامه مقتصرة، مهامه يعني محكومة بالإعلان الدستوري في عدد من القضايا الأساسية في الحريات وفي القوانين الماسة بالحريات، لكن الإعلان ده ما من اختصاصه يعيد هيكلة الدولة السودانية. الهيكلة دي مهامة يعني مهمتها في الدستور الثابت، الدستور اللي بينتخب الشعب السوداني أعضاء المجلس التأسيسي والشعب السوداني بيصوت عليه. ولذلك الكلام عن الدستور في المرحلة المقبلة كلام حول الدستور الديمقراطي، هي محكوم بالانتخابات، محكوم بالتحول الديمقراطي. جميل. طيب دكتور إبراهيم، بعد يعني بعد الرد على نعم. كان لديك رد لدي أنا سؤال. يعني بالأمس كانت هنالك تفسيرات من قبل الفريق أول البرهان ربما تختلف عن تفسيرات الحرية والتغيير بنظرة بعض المحللين والشارع، حيث أكد أن المجلس السيادي يملك أو يمتلك فيتو في اختيار الوزراء، مشيرا إلى أن أمر اختيارهم يتم بالتشاور والتوافق. قال إن أمر الشراكة أيضا في الاختيار منصوص عليه في الاتفاق. سؤالي لك، ما هي أبرز النقاط التي تحتاج إلى إحكام لنسميها السمكرة، أو التي نتوقع معها دخول الشيطان؟ التفاصيل هذه النقاط. طيب شكرا. أولا حاجة بالنسبة للعملية بتاع المجلس التشريعي، نحن مدركين يعني في الحرية والتغيير للمخاطر المحيطة بالبلد، وحتى زي ما ذكرت أننا نحن في تعاملنا مع المجلس العسكري من أول يوم نحن بنقدر للقوات المسلحة
انحيازة للجماهير، ودي ما كانت أول مرة، وده فيها تأكيد بأنها هي شريحة من شرائح المجتمع السوداني لها مواقف مشهودة في هذا الجانب. لذلك عندما ندخل في تفاوض وبندخل مع المجلس العسكري وفق رؤيته، يعني مش بنتكلم عن القوات المسلحة، المجلس العسكري فيما يخص القضية تحت الدستور، نحن حقيقة بنتحدث عن فترة انتقالية، فترة محكومة ببرنامج، محكومة بسقف زمني، محكومة بأننا لا نتدخل في أي قضايا قد تؤثر على الاستقرار اللي نحن بنسعى بأنه يكون هو البيئة اللي بتسهم في أننا ننتقل إلى المرحلة الجديدة. لذلك الناس اللي بيتكلموا عن دستور 2005 دي أصلها هي الفكرة، أنه في مرحلة من المراحل المجلس العسكري يعني أصبح في توتر في علاقته مع الحرية والتغيير، عرض عليه من جانب أخواننا اللي محترضين على أي علاقة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير بأنهم هم يقدموا له وصفة، هذه الوصفة واحدة من ضمنها اللي هو دستور 2005. الحجة اللي بيقدموها اللي هي يعني بتختلف اختلاف كبير عما نتحدث عنه نحن نتكلم عن نظام برلماني. هذا النظام برلماني السلطة فيه لمجلس الوزراء، طبعا سيد كمال هو سيد العارفين لمجلس الوزراء، وصلاحيات مجلس السيادة محدودة اللي هي في جانب تشريفي فقط. الدستور 2005 والنصيحة اللي قدمها للمجلس العسكري قالوا نحن نديك صلاحيات رئاسية نفس الصلاحيات اللي كانت عن عمر البشير، هذا يعني هم يريدون امتداد لعمر البشير من غير وجود الرئيس السابق. وبالتالي أي حديث عن نظام رئاسي في الفترة الانتقالية مرفوض، ومن ضمن الكلام اللي قاله الأخ برهان يعني يقول أنه عنده حق الفيتو. نحن لا نقبل، الاتفاق واضح جدا أنه تكوين أول حاجة حصريا عملية ترشيح للمجلس الوزراء رئيس الوزراء ومجلس الوزراء حصريا للحرية والتغيير، وقلنا على أساس أنه ده لا يعني بأنها الناس في الحرية والتغيير هم اللي حيجوا في مجلس الوزراء، لكن ده مفتوح للشعب السوداني، للشخص اللي بيكون في يمتلك كل المواصفات والمعايير اللي بتوفر له أنه يكون واحد من الناس اللي يمكن يكون مرشحين لمجلس الوزراء. وبالتالي أي حديث عن أنه هناك حق فيتو أو هناك تدخل سواء كان في الاختيار أو في مسار مسار مجلس الوزراء مرفوض جملة وتفصيلا. نحن نتكلم عن فصل بين السلطات، وبنتكلم على أساس أنه في اتفاق يعني واضح جدا ومعمول. صحيح أنهم حتى الآن يحاول البعض أنهم يراوغ ويتحدث بنفس هذه اللغة، لكن هذه غير مقبولة. نتكلم عن حكومة مدنية بصلاحيات كاملة، وبالتالي ده ما موجود. النقطة الثانية في أنه بيتكلموا عنه الأخ كمال يتكلم أنه هو دستور انتقالي، نعم نحن نتحدث عن فترة انتقالية، نعم نتحدث بأنه عنده مهام تشريعية، لكن ما بنقول مهام تشريعية نفس المهام الموجودة للحكومة المنتخبة، لكن فيما يخص ممارسة الآن مثلا يعني المجلس العسكري جمد النقابات والفئوية، النقابات الاتحاد الفئوية بعد فترة ضغطوا عليه سمح بفك التجميد للنقابات والاتحادات الفئوية. النقابات والاتحادات الفئوية في ظل النظام السابق هي أزرع من أزرع المؤتمر الوطني، وهي أزرع من أزرع جهاز الأمن، وبالتالي هو بالقرار بتاعه ده أعاد للمؤتمر الوطني رموزه اللي طلعوا بالباب عادوا لهم بالشباك. ده كلام يعني. وبعدين القوانين المقيدة للحريات، ما زال جهاز الأمن بمارس صلاحياته في احتقال الناس، بمارس صحيح أننا نحن لما نحتاج بيطلق صراحهم، لكن نحن ما بنتكلم عن إطلاق صراح، نحن بنتكلم عن أنه يجب أن نعطل
كل القوانين المقيدة للحريات، الإنسان ما يحتقر. بالتالي أنه هناك جوانب تشريعية، وبعدين يقول لك أنه أنت طيب ده مجلس معين كيف يكون عنده مهام تشريعية؟ المجلس اللي يعني أجاز قانون 2005 مجلس معين يعني، والقانون يعني 2005 هو قانون سيء وقانون لعب دور كبير جدا في تكبير حريات الشعب السوداني. هذا القانون لأنه كان المجلس الوطني هو مجلس مجرد بينفذ أوامر رأس الدولة، هو عدل القانون عدة مرات، عدل القانون بإعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جدا من ضمنها أنه تعيين الوزراء، عدل القانون أعطى القانون جهاز الأمن، غير القانون وأداه مزيد من الصلاحيات، وبالتالي هو قانون به كثير من العيوب ولا يسمح أن يطبق في مرحلة فيها ثورة. النقطة اللي يجب أن نقف عندها وتكون مفهومة للمجلس العسكري وللمواطنين والحرية والتغيير، أي كلام فيه محاولة للسيطرة على الحكومة المدنية لا يمكن أن تقبل. وإن شاء الله الآن يعني النقاط اللي أثيرت دي يعني ننتهي منها بالصورة اللي مجلس العسكري له حدوده وله مهامه بجملها بعد حل المجلس السيادي في حدود النظام البرلماني، وفي نفس الوقت في صلاحيات الحكومة اللي لا يمكن أن يتخلى عنها المجلس الحرية والتغيير، لأنها مرتبطة بتنفيذ البرامج ومرتبطة بأنه تهيئة البلد للمرحلة القادمة. النقطة اللي ذكرها الأخ كمال فيما يخص السنة النهائية، يعني من الأشياء الأساسية اللي اهتمت بها الحرية والتغيير والمجلس العسكري أن تكون الستة أشهر الأولى للسلام، وفي نفس الوقت أن تكون السنة النهائية فيها المؤتمر الدستوري. المؤتمر الدستوري يا أخ كمال لا يعني أنه في الفترة الانتقالية حيصنع الدستور، في الفترة الانتقالية بتطرح الأفكار زي ما ذكرتها، ولكن الدستور الدائم للبلد يجب أن تجهزه جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب السوداني، ونحن لا نتحدث عن هذه النقطة في هذه الأيام. طيب أستاذ كمال عمر، البعض من المراقبين وكثير من المواطنين يعتقدون أن المؤتمر الوطني وهذه العضوية الكبيرة التي كان يمتلكها المؤتمر الوطني ويقوم بتجيشها وحشدها وتظهر في وسائل الإعلام المختلفة، البعض يقول أنها يمكن أن تعود عبر بوابات عديدة، الإصلاح الآن، المؤتمر الشعبي، يعني بالمثل المعروف أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. أفتكر دي تخوفات يعني ما عنده أساس. يعني المؤتمر الشعبي ده زاق ويلات المؤتمر الوطني، أخوان كبار الآن سقطوا مع المؤتمر الوطني وسجنونا وأقلقوا دورنا، يعني سببوا في فتنة في السودان وفي حروبات. يعني ما بفتكر أي زول أجرم نهب مع الشعب السوداني، ده يعني مكان المحاكمات وليس المؤتمر الشعبي والإصلاح الآن. وإحنا عندنا تجربة بتاعت علاقات مع اليسار ومع حزب الأمة، حصل تطور في منهجنا القاصد إلى الحرية والتغيير والدستور، ولذلك يعني ما افتكر يعني المؤتمر الشعبي ولا الإصلاح الآن عندهم استعداد أن يستوعبوا عضوية يعني مشكوك في ولاء لفكرة الحرية والديمقراطية. الأمر الثاني أنا أفتكر يعني بيصير التوجس في أنه بيقولوا الحرية والتغيير الآن انفردوا بالتعيين الوزراء. أنا متابع، بعدين أنا كنت جزء من الكيان ده في وثيقة البديل الديمقراطي، ده اللبنة الأولى لوثائق الحرية والتغيير. يعني أفتكر هم بمسؤولية كبيرة وضعوا معايير، ما اهتموا بالأسماء،
ما اهتموا بالأشخاص، ولذلك هم ذاتهم يعني كيان سياسي كبير. يعني المؤتمر الوطني كان الرئيس بيقعد في 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 ديوانه بنادي حميد ممتاز بشكل الوزارة، بيعين 3 و4 و10 و20 و30 و40. الآن تحالف الحرية والتغيير ده تحالف بيشمل تحالف قوى الإجماع الوطني، نداء السودان، منظمات المجتمع المدني، المهنيين، وبيشاوروا الساحة السياسية كلهم في 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 عدد من القضايا. أفتكر يعني لازم نديهم فرصة حقيقية، لأنه أنا أفتكر بالتطور التاريخي والفكري والمعاناة والسجون والكبت والجبروت هم ذاتهم يعني نضجت الفكرة بتاعتهم وتحولت. ما يعني أنا ما شاعر في أنه في إقصاء في 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 طريقة تعاملهم. بالعكس أنا أفتكر المجلس العسكري لازم الكلام اللي قاله الفريق برهان حول فيتو كلام خطير بعد الاتفاق، كلام خطير. أنا أفتكر الاتفاق وغير موجود في الاتفاق، ما غير موجود وغير مقبول الاتفاق وغير مقبول للساحة السياسية. نعم. أنا ما ببدل عمر بشير ببرهان، يعني الآن ما عنده الحد. الدستور معلق، وبعدين في إعلان دستوري الآن، وفي اتفاق موقع بحضور دولي، بحضور بضمان إقليمي ودولي. نفتكر الكلام ده قصد به وتطمين بعض القوى الخارج عن تحالف الحرية والتغيير. وذاته يعني دي مهمة التحالف القوى الحرية والتغيير، فأنه يطمن الساحة السياسية قاطبة بأنه ماشيين في اتجاه تعيين واختيار ناس كفاءات، مش كفوات المؤتمر الوطني المرق بها في التعديل الأخير. دي كفاءات سودانية معروفة في العالم، هم الآن يعني رصدوا أسماء مش بعد الاتفاق. القصة دي يعني أنا متابع، قعدوا من سقوط النظام بفلفلوا في أسماء بالشاورة ووضعوا معايير. أنا مطمئن لهذه المرحلة في أنهم يعني بيختاروا كفاءات سودانية تنهض بقضية الاقتصاد، تنهض بقضية الدستور، تنهض بقضية التحول الديمقراطي. مهمتنا كقوة سياسية الآن بكرر في أنه نعمل وفاق سياسي في كل القضايا، ننتهي من ملف الحرب، لأنه ملف المناطق الطرفية دي من الاستقلال سقطت حكومات وعملت أزمة سياسية، فصلت الجنوب العزيز بالنسبة لنا انفصل بسبب يعني ضعف دستوري في التعامل مع قضية الجنوب. الجنوبيين ما اختاروا الانفصال إلا بعد معاناة دستورية في شكل الدولة السودانية الظالمة للهامش. نعم. الآن أنا افتكر في فرصة، الهامش الآن حاضر في كل القضايا. الهامش الآن عنده جهات في دارفور، وعنده جهات في النيل الأزرق وفي جبال النوبة. بالتالي الهامش ده جزء أساسي، عامل أساسي، عضوية أساسية في التغيير، لازم ينال حظه من التنمية من الحقوق الدستورية. أنا أفتكر عملية التغيير دي شراكة ساهم فيها كل الشعب السوداني بقبائله، بطلابه، بمرأة. المرأة يا أستاذ كانت حاضرة، بعدين المرأة ما مرأة محسوبة على اليسار ولا على الإسلاميين، والمرأة بكل ألوان المحجبة
وعندها تقاليد وعندها يعني إرث حقها وعندها حريتها كانت مشاركة في التغيير. بالتالي التغيير ده لازم يشمل كل التنوع ده إن شاء الله. طيب دكتور إبراهيم الأمين، يعني تحدثت قبل قليل أن حديث الفريق أول البرهان لم يرد في هذا الاتفاق تحديدا. نعم. كيف وأنت كنت يعني جزءا مما تم أو مما دار في أروقة المفاوضات الأخيرة التي أفضت إلى اتفاق سياسي، كيف سيتم اتخاذ القرار داخل المجلس السيادي تحديدا في الفترة الانتقالية؟ نعم، قبل ما أجاوب على السؤال ده أنا أفتكر في نقطة مهمة، لأنه السؤال يتكلم على الأخ كمال. المميزات هذه الثورة زي ما قلنا هي ثورة كل السودانيين. نعم. والثورة كانت التلقائية اللي تمت بها نتيجة لتراكم المعاناة والظلم على الشعب السوداني مدة طويلة 30 سنة. وده المزاج السوداني. أنا بضرب مثل فقط اللي حصلت يوم المتاريس، في ظرف ساعتين حدثت متاريس في كل المدن الثلاثة. ده لا يمكن، لو جبت أي شخص مهما كان وزنه مهما كان مكانته لا يمكن أن يصدر أمر ويتم ده بهذه السرعة. وبالتالي هي ثورة شعبية. الحرية والتغيير نعم غدرة الآن بقت قيادة لها، لكن إذا كان حتى الحرية والتغيير يعني انحرفت عن المسار الشعب حيغيره ويجيب غيره عشان تمشي في نفس الشعارات الموجودة وكذا. الأخواننا في المجلس العسكري رضخوا في مرحلة من المراحل للتكوينات اللي تذكرتها. التكوينات دي نفسها نحن يعني عدد منها يعني تمسك المؤتمر الشعبي، شباب المؤتمر الشعبي شارك، عدد من الإسلاميين كان عندهم مواقف قوية جدا ضد النظام السابق. وبالتالي انت هنا بتقيم الانسان حسب موقفه، لكن اذا كان في تكتل هذا التكتل يريد يعني استرجاع الاشياء او المصالح بتاعته بنفس الروح وبنفس القوانين اللي كانت موجوده، قطعا ده حيجد الرفض التام. النقطه الثانيه انه اي شخص يعني الشخص اللي بيختار في الفتره الانتقاليه يجب ان يكون ملتزم بالبرنامج المنفذ في الفترة الانتقالية. إذا أنت كنت لغاية آخر يوم جزء من النظام القديم وفي نفس الوقت دي ثورة لا تقبل أنصاف الحلول، عايز تخش تبقى يعني مسؤول فيها، ده في 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 عدم ما منطقي. لكن البعض ذهب للأبعد من ذلك، البعض نادى بأنه سيقوم بنسف هذا الاتفاق الذي تم من هذه القوى السياسية البعيدة. هو اللي بيقول الكلام ده مستند على شيء واحد، مستند على أن الضغوط تمارس على المجلس العسكري. وأنا أحذر المجلس العسكري إذا رضخ لهذه الضغوط، لأن هؤلاء الناس عينهم ما على البلد ولا على الشعب السوداني، عينهم على مصالحهم. وإذا هو مشى معاهم في نفس الطريق زي أنا قلت للأخ كمال قبل شوية أنه حيفقد الشعب السوداني، وديل في نفس الوقت ما حيقدموا له للنصيحة للدعم بيمكنه من إدارة البلد برشد. طيب ماذا لمستم من المجلس العسكري؟ هل لمستم يعني رغبة في تجاوز كل ما حدث؟ نعم للبلاد. نعم حقيقة في الاجتماع الأخير لمسنا أنه رقبة، وأنا أفتكر دي جات نتيجة للتطورات اللي حدثت، ونتيجة لهذه التطورات يعني هم استطاعوا أن يعني يستوعبوا الواقع الموجود بصورة مكنتهم بأنهم يجوا ويتحدثوا عن توافق وعننا كيف أنه يعني نصل إلى اتفاق عشان إدارة المرحلة الجاية. وكان صريح جدا الرئيس المجموعة اللي فاوضتنا في الجلسات الأخيرة اللي هو حميتي، يعني للدرجة لأنه قال مش الحكومة دي، نحن تعالوا أنا مضليكم دلوقتي نسلمكم ليها بس بشهادة الوسطاء ديل وتتحمل المسؤولية. نحن قلنا لنا الدين علي، قلنا لنا نحن ما بنبحث عن سلطة ولا دايرين سيطرة ولا دايرين الكلام عن الإقصاء اللي بيقولوا أخواننا ديل، نحن دايرين على أساس أن حكومة يشارك فيها الجميع بشرط أن يلتزموا بمبدأ التغيير. إذا كان أي شخص ملتزم بمبدأ التغيير حيستوعب، وحتى المواصفات اللي تمت بالنسبة للحكومة الهدف منها أنه اللي يعملوا في الحكومة أو الجهاز التنفيذي أن لا يسمح لهم بأنه يترشحوا في المرحلة الجاية. حتى أنا أفتكر الكلام اللي قاله حميدتي الليلة واحد من تصريحاته تمشي مع القصة دي، قال أنا ما طمعان أكون رئيس، لأنه وفقا للاتفاق اللي تم
أنا ما مسموح لي أنا أترشح في الانتخابات القادمة. فدي كانت هي كلها عمليات الحدث منها تحصين الفترة الانتقالية بعدد من الجوانب. هذا يقودني واعذرني على المقاطعة دكتور إبراهيم، يقودني إلى سؤال آخر. يقال أن أي شخص شارك في الانتقالية سواء كان في الأجهزة الثلاث، يعني يقال أن أي شخص شارك في الفترة الانتقالية لن يشارك في المرحلة المقبلة، هل دون ذلك في الاتفاق؟ لا أي نعم، لكن مش المرحلة الانتقالية اللي هي المجلس التنفيذي والمجلس السيادي، لأنك انت صارحت في السلطة، يعني مجلس الوزراء والمجلس السيادي. أما في المجلس التشريعي، أما في المجلس التشريعي فهو مجلس مفتوح. دون ذلك في الاتفاق؟ أي نعم، دون ذلك، بأنك انت مش دونت أشياء بالمناسبة يعني فيها يعني استجابة للتغيير الحدث. يعني مثلا من الأشياء اللي تم التوافق عليها أنه الشباب ديل أنهم قدموا يعني تضحيات كبيرة جدا، وهم يتمتعوا بصفات يعني ما موجودة فينا نحن الأجيال السبقناهم، وبالتالي يجب أن تتاح لهم الفرصة بأنهم يشاركوا في الحكومة. عشان كده المجلس التشريعي خفضت سن القبول أو الدخول للاختيار في المجلس التشريعي إلى 21 سنة. يعني شاب عمره 21 سنة انتهى من الجامعة ممكن أنه يخش المجلس التشريعي، والوزير 35 سنة، وبالتالي يعني ممكن أن احنا دايرين مجموعات الشباب ده مثل 60%، والشباب ده محروم في الفترة الفاتت من كل شيء، وموقفه ده اللي هو أحدث التغيير الأساسي الماشي في البلد يجب أن نمكنهم من أنهم يكون عندهم وجود مؤثر. نحن بالنقطة بتاعت أنه اللي بيشارك في مجلس الوزراء أو مجلس السيادة ما يرشح في الانتخابات القادمة، حتى الناس اللي عندهم جنسية مزدوجة، وده طبعا مبني على أساس أنه إن كان الناس انتقدوا القرار النقطة دي اللي حدثت في الاتفاق، لأنه نحن دايرين نحصن كثير في العضو للعالم التالي، عدد كبير جدا من الفاسدين بتكون عندهم جنسية مزدوجة، الهدف منها أنهم إذا حصل تغيير يهربوا بأموالهم للدولة اللي أخذوا فيها الجنسية، وبناء على كده أنهم ما يفلتوا من العقاب. وفي تجارب، يعني في تجارب من دول، يعني أنا ما داري أذكر الاسم بالذات، في مصر مثلا رجل كان هو يعني عنده هرب بأموال لدولة ما في أوروبا، لما المصريين طلبوا على أساس أنه استعادته، الدولة دي قالت هو يحمل جنسية بتاعت بلده وما بتسمح بأنه يحاكم في دولة أجنبية. يعني أنتم حصرتم يعني أو منعتم ازدواجية الجنسية في مجلس إلا الأرض. إذا تخلى عن الجنسية ما في بعض الدول. هنالك من يقول، واعذرني مرة أخرى المقاطعة، هنالك كم كبير من الأخبار كما تعلم هذه الأيام نريد أن نتأكد منها، هنالك من يقول أن هنالك بالفعل من شرع بهذا الأمر، ممن تواصلتم معهم من المرشحين في الحكومة الجديدة، وقد تنازل فعليا من البعض. ده مشروع، ما نحن قلنا لأنه في بعض الدول إذا منحتك الجنسية بتطلب منك أن تتخلى عن جنسيتك الأصلية، وفي شخصيات مهمة جدا في البلد يحملوا جنسية أجنبية ولا يحملوا جنسية سودانية، وبالتالي أنه إذا تم ترشيح زيد من الناس يجب إذا كان هو قبل الترشيح أن يتخلى عن الجنسية التي اكتسبها في الدولة الأخرى. أستاذ كمال عمر، البعض يلوم حزب المؤتمر الشعبي كحزب معروف في السودان أنه لم يبدي موقفا واضحا إزاء قوى الثورة المضادة، تلك القوى التي نشأت في كنف النظام البائد، وتلك القوى التي تسعى حاليا لنصف الاتفاق، وتلك القوى التي صرحت برغبتها الفعلية في نصف هذا الاتفاق الكائن، لا نريد أن نذكر أسماء بعينها، يعني موقف الشعبي ربما لم يكن واضحا إزاء تلك القوى، موقفه الآن إيجابي في الاتفاق ولكنه من ناحية أخرى يمكنه أن يقوم بأكثر من ذلك ربما. ما رأيك؟ والله الشعبي، المؤتمر الشعبي واضح في مواقفه السياسية، حتى لما دخل الحوار من أجل قضايا، وساهم لحد كبير في تطوير مفاهيم الحوار، حتى توصل الحوار إلى مخرجات محترمة في الساحة السياسية. كونه المؤتمر الشعبي يقوم بدور الرقيب وبدور
يعني بدور الشرطي في محاكمة محاسبة بعض الأحزاب المحسوبة على المؤتمر الوطني. المؤتمر الشعبي ذاته يعني يتكوى من تصرفات بعض الأحزاب. صحيح يعني الدستور وقاعدة الحرية بتقول أي حزب مسجل من حقه يعبر عن رؤيته، من حقه يعبر عن رأيه في اللي بيحصل في الساحة السياسية، ودي ظاهرة حميدة في الساحة السياسية الآن. الرأي الآخر، نحن يعني دفعنا ثمن كبير في الكبت والجبروت والاستبداد، وتطورنا في مفاهيمنا حول الحرية والعلاقة مع الآخر. ولذلك يعني أنا بطمئن الساحة السياسية، شباب المؤتمر الشعبي، عضوية المؤتمر الشعبي الكبيرة، المؤتمر الشعبي قدم شهيد في الثورة، قدم يعني مئات الجرحى، مئات المعتقلين من أجل الثورة، كان حاضر في الاعتصام، كان حاضر معبر عن قضايا الثورة، وتحالف مع الحزب الأمة والشيوعيين والبعثيين في إسقاط النظام قبل الحوار الوطني. يعني مواقف الشعبي التراكمية في التعامل مع الواقع السياسي الآن، أفتكر بتقدم الشعبي، بتقدم المؤتمر الشعبي حزب الرجل اللي أفنى حياته الشيخ حسن رحمة الله عليه في المعتقلات من مايو للإنقاذ من أجل الحرية والديمقراطية. أنا أفتكر حزب راجل بقامة الشيخ حسن الترابي ما ممكن يعني يرهن مواقفه السياسية الكلية المتعلقة بالشعب السوداني الأصيل. أن إحنا منحازين للشعب السوداني، تعرف البعض يقول أنكم منقسمون في الداخل، لكن ربما تجد يعني بعض ربما هذا الانقسام بعض مواقف القيادة يعني الغير واعية بقضايا الشعب السوداني. لكن البلك الأعظم من عضوية المؤتمر الشعبي، نساء المؤتمر الشعبي وشباب المؤتمر الشعبي حاضرين، والقوى السياسية عارفة هذا الحضور. ونحن شغالين بنصحح لو فيها خطأ، كل الأحزاب عندها خطأ مؤسسي في مؤسساتها. لكن ما معنى الشعبي كمارد سياسي في الساحة السياسية معناها ضد التوجه نحو الحرية والديمقراطية. نحن شركاء مع أخواننا في الحرية والتغيير، وشركاء مع الشعب السوداني في هذه الثورة المجيدة. وقلنا كلام في الاعتصام، وقلنا كلام في فض الاعتصام، وقلنا كلام في محاسبة الذين قتلوا المعتصمين، وحنظل ندافع عن قضايا الشعب السوداني، لأنه نحن جزء أصيل من الشعب السوداني، ونشأنا اسمنا الشعبي منحازين للشعب السوداني. طيب دكتور إبراهيم الأمين، هنالك ملفات ربما قد تؤثر على الأوضاع في البلاد، على الأوضاع السياسية والاقتصادية أيضا، مثل العقوبات، لائحة الدول الراعية للإرهاب، هذه القضايا. هنالك سؤال الشارع، إنسان الشارع البسيط يسأل أنه في حال تم التوافق هل ستزيل الولايات المتحدة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب؟ يعني نعم، أنا أفتكر يعني الشيء المبشر أنه يعني أصبحت مواقف كل الدول بعد ما تقدمت المبادرات، خاصة المبادرة الاتحاد الإفريقي، المبادرة الإثيوبية المشتركة، وجدت يعني دعم، قبول ودعم من كل دول العالم باستثناء بعض الدول، روسيا والصين. يعني الاتحاد الأوروبي دعمها، أمريكا دعمتها، عدد كبير جدا من دول في آسيا وإفريقيا وقفوا معها موقف قوي جدا. الميزة بتاعت المبادرة بتاعت الاتحاد الإفريقي أنه المنظمات الإقليمية لحسن الحظ أنها دلوقتي الأمم المتحدة بتنظر لها أنها يجب أن تشارك في حلول القضايا في إقليمها، والإقليم أو المنظمة الإقليمية اللي بتنجح
في حل مشكلة ما في داخل المنطقة بتنتمي إليها بتلقى الإجازة من الأمم المتحدة دون أي تردد أو عوائق. وفي نفس الوقت حتى إذا عرضت على مجلس الأمن هنا ما بتمر بنفس الشيء اللي كان متعارف عليه وحصل في بداية التغيير اللي حصل في السودان، اللي هي أنه روسيا والصين حددت باستخدام حق الفيتو. ده هذا المؤشر كلهم بيتحدثوا عن حكومة مدنية، بيتحدثوا عن احترام الحقوق والحريات. إذا تمت حكومة مسؤولة في السودان في هذه الفترة قطعا يعني نسبة لمكانة السودان ولدور السودان، يعني كان دولة عندها مكانتها وعندها هيبتها وساهمت مساهمة كبيرة جدا في حل كثير من المشاكل الموجودة في محيطها سواء كانت في إفريقيا أو العالم العربي. وبالتالي في كثير من التصريحات اللي بتتحدث عن رفع العقوبات، اللي بتتحدث على أساس أنه رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، لأن السودان الآن مختلف عن السودان قبل الثورة. وبالتالي دي هتوفر مناخ جديد. ونحن في الحقيقة الحصار مش حرمنا من المساعدات اللي ممكن تقدم لنا من هذه الدول، حرمنا من حقوقنا. نحن أعضاء في الأمم المتحدة، أعضاء في كل المنظمات الدولية، وأنه دي فيها يعني عندنا حقوق فيها جمدت. وبالتالي يعني ده واحد من الأشياء المبشرة. التغيير يعني سودان جديد، التغيير يعني علاقات مع الدول، علاقات متوازنة تحكم مصالح السودان. عشان كده الحرية والتغيير بتتحدث عن علاقات خارجية لمصلحة السودان، أن لا ندخل طرف في أي صراعات إقليمية أو دولية، وأن نسعى بأنه تكون علاقتنا مع كل الدول فيها ما يحقق مصالح الشعب السوداني. أستاذ كمال عمر، أبديت من قبل تخوفا من تحول الأزمة السودانية لنموذج الليبي، كنت تذكر ذلك، خصوصا أن البلاد كما قلت فيها كميات كبيرة من السلاح المنتشر بأيدي الميليشيات كذائب الظل، وجود احتقان إثني وقبلي ما يؤجج الوضع ويجعله مسرحا للحرب والاقتتال كما ذكرت. لأي مدى زال هذا الشبح من مع أن كل المكونات المشار إليها حاضرة حتى الآن ولا تزال موجودة، ولكن لم يتحول المشهد إلى ليبيا؟ طبعا يعني التخوف طبعا نايم عن واقع أفرزته الدكتاتورية بتسليح القبائل والميليشيات الخارج عن أطر الدولة بما معناها التشريع والدستوري. نعم. يعني الآن يعني المخاوف أنا في تقديري الآن موجودة. الآن في ميليشيات منتشرة في كتائب غير مرئية، نحن ما عملنا حاجة للقنابل الموقوتة دي حتى الآن. يعني الثورة دي أفرزت زخم كبير، والشهداء في الاعتصام وفي سوح التظاهرات قتلتهم الميليشيات، ما قتلهم الجيش المنظم ولا الشرطة المنظمة. ولذلك أي يعني تهاون في قضايا الحرية والتحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة القوية والجيش القوي والشرطة القوية، يعني فيه يعني تكرار للنموذج الليبي. النموذج الليبي ما سلاح ومناطق وقبائل وعشائر وميليشيات خارج مظلة الحكم. يعني أنا بفتكر الليلة الواقع ده في السودان أفرزوا المؤتمر الوطني، سلح قبائل وسلح جماعات. نحن بفتكر أخواننا في الحرية والتغيير، ونحن قوة سياسية في البلد بتهمنا يعني الاستقرار والأمن وأمن الواطن
والقصة دي ما بتنتهي إلا بتحول ديمقراطي حقيقي بدستور ثابت حقيقي بحريات حقيقية في بمؤسسات للحكم معتبرة بتمثل الشعب السوداني بتمثل الثورة. لذلك أنا لغاية الآن متخوف من تكرار من نشوء الحالة الليبية ولا الحالة يعني المصرية. المصرية ما المصريين جات دولة ديمقراطية منتخبة وجات جماعة سمت نفسها التمرد واشتغلت عبر تضليل الشعب المصري وعملت حاجة الآن بيدفع كل الشعب المصري تمن أفكار الناس تمرد ذاته ندموا من الفكرة. ولذلك أن احنا حقنا نستفيد من كل التجارب الإقليمية في الثورات عشان ثورتنا دي أنا أفتكر ثورة نموذجية مختلفة عن ثورات الربيع العربي. أحزابنا مختلفة عن أحزاب الربيع العربي. أن احنا كشعب سوداني في ثقافتنا السياسية والدستورية والتعامل الاجتماعي مع غيرنا مع قبائلنا مختلفين عن احنا شعب فريد في كل حاجة. وأتمنى يعني قيام دولة ديمقراطية قيام نظام ديمقراطي يعبر عن هذا الشعب العظيم. نعم. طيب دكتور إبراهيم الأمين أخيرا ما هي السيناريوهات المقبلة في النقطة ذات عبادة؟ نعم. ما هي السيناريوهات المقبلة حال حدثت أي محاولة للالتفاف على الاتفاق من أي طرف كان؟ ويمكنك أن تعلق على النقاط التي أثارها. نعم أنا أتحيي لأن هذه فعلا نقطة مهمة جدا والتخوف مشروع. حقيقة طبعا بما ذكر أخ كمال أنه النظام السابق يعني لديه دور كبير جدا تحت شعار سياقة الإنسان السوداني اللي هو جرده من كل القيم والمبادئ اللي كان ملتزم بها. والدليل أنه التفتيت اللي حصل في الأحزاب التفتيت اللي حصل في الحركات المسلحة نفسها واستخدامها كوسيلة بأنه تدعم النظام وتحارب الأطراف المعارضة والتفتيت اللي حصل في القبائل وأنه يعني بقى النظام ذاته كان هو الطرف في الصراعات القبلية. المهم أننا نحن اليوم يجب أن نلتزم بأننا مواجهين بظروف غير عادية يعني ظروف تحتاج مننا أن نتعامل مع هذه القضايا بدرجة عالية جدا من العقلانية والحكمة. فعلا الشعب السوداني مختلف عن ما حدث في الشعوب الحوالينه والقوات المسلحة مختلفة. نحن طبعا في كلام كثير جدا بيتكلموا عن الجيش وبيتكلموا عن أنه كيف هيكلة القوات المسلحة وبيتكلموا على أنه بعض أخواننا من حملة السلاح لأنه يعني إعادة الجيش وهم يعني بيمثلوا جيش والجيش ما بيمثل التنوع. أي كلام من هذا القبيل نحن بنرفض رفض تام. القوات المسلحة السودانية بتاريخها وبمواقفها المشهودة بتمثل العمود الفقري للهوية السودانية بكل تكويناتها من الغرب ومن الشرق. وبالتالي أي كلام لإضعاف القوات المسلحة غير مقبول. أي مجموعات حملت السلاح نعم عندها مصالح وعندها يعني احتقان أدى إلى أنها ترفع البندقية ضد الدولة. يجب أن تتم معالجة هذه القضايا في إطار اتفاقية سلام شامل وفي الإطار الأوسع اللي هي الاستراتيجية الشاملة بالنسبة للبلد. أما وتم استيعابها بالصورة اللي يعني توفر لها درجة عالية جدا من العدل. العدل الاجتماعي والعدل في الحاق بالقوات المسلحة أو التعويض المجزي وكذا. حقيقة إذا نحن شرعنا بأننا يكون في حريات في مرحلة في وعي بالحقوق حتى في الأطراف واهتمينا بالريف وتنمية الريف لأنه الأمن هو التنمية. يعني إذا ما توفرت التنمية لا يمكن أن يتوفر الأمن. مخاطبة احتياجات المواطن السوداني
ببرنامج اقتصادي سريع، وفي نفس الوقت تهيئة البلد بأن تكون فيها تنمية بمشاريع عملاقة دي اللي حتخرجنا من الحالة الخانقة التي يتحدث فيها الناس عن ربما يحدث كذا وكذا. أنا في رأيي بأنه القوات المسلحة السودانية مختلفة عن القوات المسلحة في أي بلد آخر، وأنا دائما بكرر كمثال يجيبوا لي بلد واحدة يستطيع مواطنين مدنيين يجوا اعتصموا في القيادة العامة، ما بتحصل في أي بلد. ده لأنهم ثقتهم كبيرة جدا أنه المواطن السوداني اللي يمتحن سواء كان في الطبيب ولا كان في الجيش ولا كان لا يمكن أن يقدم مهنته على الوطن، وبالتالي التزامه بالوطن هو له الغلبة. والدليل أنه عدد من أبناء القوات المسلحة وقفوا مع الثوار، منهم من استشهد، منهم من جرح، منهم من اعتقل، منهم من طرد من الخدمة. وبالتالي نحن دائرين القوات المسلحة يعني تطمئن من أن الحرية والتغيير هي السند للقوات المسلحة لأنها هي ده الجيش السوداني. أما إذا كان حدثت خلافات أو حصل عندنا الرأي في المجلس العسكري فهو رأي في إطار السياسات الحالية، لكن على البعد الاستراتيجي نحن مع القوات المسلحة لأن تكون يعني مستقبلا السلاح القوة المؤهلة دستوريا لحمل السلاح هي القوات المسلحة، وبالتالي أي ميليشيات أخرى قطعا أنه يجب أن تعامل بالصورة اللي ما تأثر على الأمن وما تدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي، عضو لجنة التفاوض عن الحرية والتغيير. شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى إفاداتك. شكرا جزيلا أيضا للأستاذ كمال عمر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى إفاداتك. مشاهدين الكرام، شكرا جزيلا لكم على طيب متابعتكم. غدا نعود، حتما سنعود إن شاء الله.